أعلن وكيل شؤون البلدية الدكتور نبيل أبو الفتح عن تدشين مركز اتصالات لتلقي الشكاوى المتعلقة بالنظافة في بلديتي المنطقة الشمالية. وأوضح أبو الفتح أن هذا المركز سيعمل على مدار الساعة وفي جميع أيام الأسبوع لتلقي أي شكاوى متعلقة بالنظافة، سواء من قبل الأهالي والمواطنين أو من قبل أي جهة أخرى. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور نبيل أبو الفتح، وكيل وزارة شؤون البلديات. بداية أرحب بك سيد دكتور نبيل، ما هو دور المركز تحديدا وما هي آلية العمل فيه لتلقي طبعا شكاوى المواطنين والمقيمين في كل ما يخص شؤون النظافة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أتقدم لكم بالشكر حق لإتاحة الفرصة لنا لإلقاء الضوء على تدشين الخط الساخن المتعلق بالنظافة. طبعا بناء على توجيهات صاحب السمو رئيس الوزراء المقر والحكومة المقرة للارتفاع بمستوى أو الارتقاء بمستوى الخدمات لخدمة المواطنين، أيضا توجيهات سعادة الوزير بإشراك المواطنين والمقيمين في رفع مستوى الخدمة، تم تدشين هذا الخط الساخن. طبعا الخط تم تدشينه من قبل شركة النظافة لتشرف على أعمال النظافة في المنطقة الشمالية والجنوبية اللي تم ترسية مناقصة النظافة عليها مؤخرا. يمكن طبعا للجميع الاتصال بهذا الخط اللي هو 800-7000-800-7000، والإبلاغ عن أي خدمة مطلوبة متعلقة بالنظافة أو الإبلاغ عن أي مخالفات أو تقصير أو إعطاء مقترحات تصب في مجال رفع مستوى الخدمة. الخط الساخن نفس ما تفضلتي على يعني 24 ساعة شغال، والآن بلغتين، لكن بيتم تطويره إلى أكثر من لغتين، بكم 3 لغات إن شاء الله. طبعا هذه الخط الساخن يأتي ضمن الاتفاقية، أحد بنود الاتفاقية اللي بيننا وبين شركة النظافة. احنا نتمنى من المواطنين التواصل مع الشركة عن طريق هذا الخط، و الإبلاغ عن أي نواقص أو ملاحظات لتطوير الخدمة، وإن شاء الله بتكون في مبادرات أيضا في المستقبل لتطوير خدمة النظافة على مستوى المملكة. نعم، الدكتور نبيل أبو الفتح وكيل وزارة شؤون البلديات، شكرا جزيلا لك.